هذا شهر الصيام وشهر الصدقة أيضا، شهر الجود والكرم، شهر التحليل والتسبيح والتحميد، شهر قراءة القرآن، شهر أنواع الخير كلها. فينبغي للمؤمن أن يتأسى بالسلف الصالح في الاستكثار من الخيرات واغتنام الأعمال الصالحات بأنواعها في هذا الشهر الكريم، وبالأخص الصدقة على الفقراء والمحاويج، والعناية بقراءة القرآن والتدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والإكثار من الصلوات في الليل والنهار اغتناما للزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني سترة من النار، من جنة القتال. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخن، فإن سابه أحد قال فليقول إني صائم. هو جنة لمن أحرزها وصانها، هو جنة من النار لمن صانها وحفظها من سائر المعاصي. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهكذا جاء في حديث ابن حاتم يقول صلى الله عليه وسلم: من يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة فإن العبد ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، فمنكم أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولا بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول في حديث معاذ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. الصلاة في جوف الليل والصدقة على الفقراء كلها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار ومحو الخطايا والسيئات. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أولياء الله ينفقون ويحسنون ويجهدون يرجون ما عند الله من المثوبة. وينبغي العبد ألا يستكثر ما يفعل، بل ما يقدمه في سبيل الله كله ينفعه قليله وكثيره، كما أنه لا ينبغي يستقل بل ينفق ما تيسر من قليل وكثير حسب الطاقة. وكان السلف وكان كثير من السلف يؤثر على نفسه في بعض الأحيان بالطعام بالسحور بالعشاء بغير ذلك، لكن هذا لا يجب، إنما الواجب الصدقة من الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة جهد المقل. كنت يبدأ بنفسه، هذا هو المشروع، يبدأ بنفسه وعائلته، وما كان من فضل يجود منه بعد ذلك، هذا هو الأفضل. فإذا جاد على الناس وطوى وعثر على نفسه فهذا فضل كبير، ولكن لا يجب عليه. وقد مدح الله الأنصار بذلك في قوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا من صفاتهم العظيمة، قد يطوي ويعطي ما عنده من طعام للضيف أو للفقير ويبيت طاويا إيثر لما عند الله من الفضل العظيم والأجر الكبير. ولكن هذا ليس من الواجب وليس من المتأكد، بل إذا دعت الحاجة إليه هذا الإيثار، وإلا فالواجب أن سيبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعوم من أولاد وزوجات، وما فضل يصدق منه. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطية المنفقة، والسفلى الآخرة السائلة. ثم قال: وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف عفو الله ومن يستغني غنيه الله. فأنت يا عبد الله تلتمس الخير بالصدقة ولو قليل، مما يحضر مما يتيسر لك. وهناك صدقات ليست مالية، العناية بالقرآن، التسبيح والتهليل والتكبير، الأذكار والاستغفار، صدقات ليست من مالك، بل لا لك فيها الخير العظيم والفضل الكبير، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الصدقة، يعني على كل محصل صدقة. فكل تكبير صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة. ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى،
لأن الصلاة تستعمل فيها الأعضاء كلها، هذا من فضل الله ومن تيسيره جل وعلا. نسأل الله الجميع التوفيق. السلام عليك يا شيخ.